يا صباح الخير عليكم مشاهدينا، صباح الحب والسعادة على قلوبكم، حلقة جديدة ونهاية الأسبوع من صباح اليمن اليوم، أكون معكم فيها أنا وشيرين، مجهزة لكم الكثير من الفقرات والمواضيع. طبعا احنا في أيام مباركة وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى الأبواب، نتمنى من الله أن يعيدوا علينا وعلى كل المشاهدين باليوم والبركات والمحبة. أسعد الله صباحك يا شيرين. يسعد صباحك يا سمر، وصباح كل المشاهدين اللي بتابعونا طبعا في اليمن وفي كل أنحاء الوطن العربي. بالفعل زي ما قالت سمر، يعني أيام مباركة، أجواء حلوة روحانية، نتمنى من الله أن يجعلنا فيها من مقبولي الدعاء يا رب، وممن يتقبل منهم طاعتهم، ونتمنى أن يكتب لنا يا رب الحج وزيارة قبر رسول الله والوقوف في جبل عرفات إن شاء الله، والتضرع أمام الكعبة المشرفة إن شاء الله. يصير آمين آمين يا رب. طبعا هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، العبادة اللي بتسمو بالعباد وبترفع من قدرهم وتزيد من إيمانهم، هي أحد أركان الإسلام الخمسة اللي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة. يأتي إلى هذه الفريضة لتطهر النفس، فيقضي المسلمين جمعا أياما في العبادات الروحانية، تقرب إلى الله عز وجل. هذه الشعيرة من شعائر المسلمين، فيها تطهير وتزكية للنفس من الذنوب والمعاصي، ورحلة روحانية لوجه الله سبحانه وتعالى. ما فيش فيها فرق بين قوي وضعيف وغني وفقير، ولا أبيض ولا أعجم. المسلمين جميعا لا يبتغوا في هذه الرحلة وفي هذه الفريضة إلا وجه الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته ومغفرته ورضاه طبعا، والعتق من النار ومغفرة الذنوب. فيا رب يا رب يكتبها لنا، واللي هناك في الحج يؤدون هذه الفريضة، يا رب يتقبل منكم ويسر لكم الأمور فيها يا رب بإذن الله. آمين يا رب. يعني اللي يروح الحج يرجع كما ولدته أمه، يعني الحج إلى الأراضي المقدسة طبعا، ويكون فيها أكيد تضحية بالمال وبذل مجهود في أيام الحج من أجل تنفيذ أركان الحج جميعها وفرائض الحج، تساعد في تطهير المسلم، يكون في رحلة لا يريد فيها إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الحج فرض طبعا من فروض الإسلام، هو شرط أساسي ليتحقق للمسلم إسلامه، ولكنه فرض على كل مسلم مقتدر من الناحية المادية والصحية، وذلك لأن الحج هي عبادة جمعت بين العبادة الروحانية والبدنية والاجتماعية والمالية. فالحج عبادة اجتماعية يتجمع فيها ملايين الحجاج من مشارق الأرض ومغاربها، وذلك برضو على اختلاف من لغاتهم وبلدانهم جنسياتهم أشكالهم، الكل اجتمع على العبادة. والحج هي عبادة بدنية، يستمر الحج أيام، وفي كل يوم هناك أكثر من يعني طاعات وعبادات على الحاج أنه لازم يسويها، وتكون نوعا ما مرهقة جسديا وبدنيا، بالذات مع هذه السنة الحر الشديد. الحج عبادة عن قلنا عبادة روحانية، المسلم لا يريد أي مصلحة ولا يرغب في أي منفعة دنيوية، ويتمنى فقط ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا مشاهدينا اليوم بيكون كلامنا اكيد عن شعائر الحج والطاعات، وايضا مش بس الحجاج اللي في مكة، ايضا جميع المسلمون في كل مكان، يعني كيف ممكن يستغلوا هذه الأيام المباركة، وإيش من أدعية ممكن يعملوها، والأعمال المحببة اللي تقرب إلى الله. بيكون أكيد معنا ضيف في الأستوديو، ولكن نروح إلى قبل ما نبدأ برنامجنا إلى النشرة الجوية، نشوف فيها أخبار الطقس والجو ونرجع لكم. معنا مشاهدينا باشمهندس رشيد العريقي عشان نتعرف منه على حالة الطقس في بلادنا الحبيبة. أسعد الله صباحك يا باشمهندس رشيد.
فكما صباحكم بخير اخوان، صباحك وشرطه البرنامج، وايضا مشاهدينا الاحبه في وطننا اليمني و امين امين. طبعا في البدايه كل عام وانت بخير يا باشمهندس رشيد، وان شاء الله باذن الله العام القادم تكون على عرفه باذن الله. وان ابي الصحه والسلامه اختي سماد وجميع المواطنين مواطنينا والمسلمين جميعا. امين يا رب. طبعا يا باشمهندس رشيد، كان متوقع في حلقة يوم الثلاثاء أنه في توسع في رقعة الأمطار في بلادنا، مش على كل المحافظات يعني، وكمان في مناطق كلها نصيب من استمرار الأجواء الحارة الشديدة الحرارة اللي سادت، وأعتقد اللي ما زالت كمان موجودة في محافظات بلادنا، يعني يعطينا كده أخبار عن الأجواء عندك. فعلا كما تحدثتي و أشك إليه، فالتوقعات في حلقة يوم الثلاثاء وقد توسع فعلا هطول الأمطار قليلا في بلادنا وشملت 8 محافظات، خاصة في عتمة وبني عريف ووصاب في دمام، والمضاربة والعارة في لحق وعلى المدينة وشماية والمعافر وقدس وماوية في تعز والمسيلة في المهرة ومدينة إف وبعض أحياء مدينة عدن ومزهر في ريمة وشمال طالع. جعل الله سبحانه وتعالى أمطار خير وشكر وبركة. وقد استمرت الاجواء الحاره الشديده الحراره تؤثر على معظم محافظات بلادنا، وقد يعني انخفضت الطريقه درجات الحراره سواء توابت السحب كما اشرنا اليه من توقعات في الحلقه الماضيه، وسجلت اعلى درجه حراره تراجعت لاحقوا الى 40.3 بدل ما كانت اكثر من 42 في ايام عديده. ايضا في عدد 37.4 عدد 37.1 وحديده 37.6 قطره 35.4 وفي البيضاء 35.3. فقط اشير الى انه عدن اليوم هذه او هذه الساعات بدات درجه حراره بارتفاع، يعني بفارق حوالي 4 درجات عن يوم امس في هذا الوقت عند الساعه 11 طبعا. فعلى الاخوه المواطنين هناك لديهم ابراج السفر وضغط في اخذ الاحتياطات اللازمه، هذه حاله عاجله. تمام، شكرا لك مهندس رشيد العريقي خبير الارصاد الجويه، ونتمنى لك اجازه سعيده. شكرا لك. أزلنا معكم مشاهدين في أول الفقرات في برنامجنا، ونجدد الحديث عن الحج والأيام المباركة اللي بنعيش فيها الآن، وكيف يمكن أن نستفيد منها ونتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة زي ما قلنا، وكيف يمكن للحجاج أن يزيدوا من تقربهم إلى الله. طبعا مشاهدينا عن الحج والأفعال اللي بتقربنا إلى الله فيها والأفعال اللي ممكن تبطل الحج، يسعدنا نحن نتكلم فيها مع ضيفنا في الأستوديو دكتور محمد نجيب من علماء الأزهر الشريف. أسعد الله صباحك يا دكتور محمد، وكل عام بخير وصحة وسعادة يا رب. أنتم بخير وسعادة إن شاء الله رب. أمين على العالم الإسلامي جميعا. آمين. وبشرى للحجاج بمغفرة الذنوب، وبشرى للمقيمين الذين لم يحالفهم الحظ بالذهاب إلى الحج بمغفرة الذنوب بفعل الخيرات التي يقدمونها إلى الله سبحانه وتعالى تقربا إليه. أكيد أيوة، طبعا هي أهم شيء دايما اللي بيكون في الحج هو الفائز بإذن الله، والفائز إن شاء الله بمغفرة الله والشعائر اللي هم بيكونوا فيها، لكن دايما الأشخاص اللي بيكونوا كانوا يتمنوا أنهم يكونوا من حجاج هذا العام بيكونوا دايما في يعني حسرة. طبعا أيوة في حسرة وفي زعل، لكن في تعويض لهم بأعمال وصيام وأعمال كثيرة ممكن أنهم يتقربوا بها إلى الله في هذه الأيام، فحابين نعرفها منك يا فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من أدى نسكه صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا عني مناسككم يرحمكم الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنا بظلام للعبيد. فهناك من يغفر الله عز وجل لهم الذنوب في الحج فيرجعون كما وصفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي ليس عليه ذنب ولا جريرة. ولكن المقيمون الذين لم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم بعد الحج إلى بيت الله عز وجل الحرام، فالله سبحانه وتعالى لا ينتقص لهم أجر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلي من شأنهم ويعطيهم الله سبحانه وتعالى الجزاء والعطايا. فقد جعل الله سبحانه وتعالى هناك عوض عن الحج،
هناك أعمال في هذه الأيام الطيبات المباركات العشر الأول من شهر ذي الحجة هي بمثابة من ذهب إلى بيت الله الحرام. ما شاء الله. فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون هناك غيظة ولا هناك تحسر ولا هناك نوع من أنواع الحسد بين المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله عز وجل له حجة وعمرة تامة 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 في هذه الأيام في هذه الأيام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كانت في مدينته صلى الله عليه وسلم: نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع زيارة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف أمامه صلى الله عليه وسلم. رجعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وهي الحج كان للنبي مرة واحدة حتى سميت بحجة الوداع. أيوة. لأن النبي لم يحج قبلها ولا بعدها. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد امرأة لم تذهب لتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يا أمة الله لما لم تحجين معنا؟ قالت: يا رسول الله إن لنا جملان ناضحان، ذهب زوجي بجمل وترك الآخر نحرث به الأرض ونسقي به الأرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله أبشري، فمن اعتمر في رمضان كتب الله له حجة معي صلى الله عليه وسلم. فإن ربنا مش عايز يفوت على حد فرصة الخير. كذلك هناك أعمال وطاعات إذا فعلناها في هذه الأيام كانت بمثابة الحجة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله أريد أن أخرج معك للجهاد أعلى مراتب الدرجات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولك أحد من أبويك؟ قال: لي أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فجاهد في بر أمك، فإن فعلت فأنت مجاهد وحاج. ما شاء الله. بنفس يعني ارتبطت صيغة رسول الله يعني سيرة الحج أو كلمة الحج بكثير من الأعمال الصالحة الأخرى غير يعني الحج المعروف، الذهاب إلى مكة وأداء مناسك الحج. نعم. يعني هذه رحمة من الله إن الناس اللي مش قادرة تروح، لكن نعم. فضيلة الشيخ مع الأسف في ناس يكون عندهم القدرة المالية ولكن لا يدركوا أهمية فريضة الحج للمسلم. يعني يفتكروها إنه موضوع ممكن أروحه في أي وقت، بعدين لما كذا أكبر في السن، لما أتجوز، لما أخلف، لما فيعني اللي مستطيع ومش واخد الموضوع كأنه يعني فريضة أو لا يدرك أهمية الحج. ما أهمية الحج تكون؟ نعم، أهمية الحج الله سبحانه وتعالى قال يشهدوا منافع لهم. ومن أول المنافع مغفرة الذنوب. قلنا عاد أو رجعك يوم ولدته أمه. الأمر الثاني أني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سيدنا النبي جاب الغاية من النهاية من الآخر، ليس له جزاء إلا الجنة. فكل إنسان يبتغي في الدنيا الجنة ويطمع فيها. ما وجدنا على الأرض نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، نبتعد عن الحرام ونقبل على الحلال ونترك شهوات الدنيا ونقبل على الآخرة إلا طمعا في الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا أول شرعه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بأن الحج لا يحرم نفسه من أداء فريضة الله سبحانه وتعالى. شوف ترتيب ربنا سبحانه وتعالى في حديث بني الإسلام على خمس. بدأ بما هو أيسر، الإسلام بتاعنا كلمة، قول كلمة تدخل بها الجنة. قول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
طب هو عمل ايه؟ ده هو نطق. يبقى اسلامنا بني على الكلمة ومصداقيتها. ثم على من الشأن قال إقام الصلاة لا ندفع فيها مال ولا نبذل فيها الجهد المطلوب. ثم تصاعد الأمر إلى أن قال إيتاء الزكاة، صوم رمضان، هنا عبادة فيها نوع من أنواع المشقة قد تجلب على البعض، ثم قال إيتاء الزكاة بذل المال، ثم يعلو بذلك كله فيقول حج البيت من استطاع. من استطاع؟ أيوة. من استطاع؟ الاستطاعة ليست بالتكاليف المالية فقط، بل بالصحة البدنية. أيوة. والاستعداد. أنا مش هودي واحد مريض مرض مهلك ولا يتحمل مشقة السفر ولا عناء مشقة الحج بما فيه من تنوع. سبحان الله، الحج كله ليس فيه مظلة، كله مننا كده للشمس. أيوة. مننا للهواء في الجبال. صح. فالله سبحانه وتعالى جعلها فيها مشقة ليقول لابن آدم هذا نموذج مصغر ليوم القيامة. أيوة. الذي كلنا عليه معرضون. صح. وكلنا عليه في يوم من الأيام واقفون بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا إيه، إن يوم عرفة ده هو يوم الجائزة الكبرى. لمين؟ للمقيم وللمحرم. المحرم الله يغفر له الذنوب عندما يباهي ربنا سبحانه وتعالى بهم جميعا، فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. مفيش حد مسرح شعره، الله. مفيش حد حاطط البرفانات، مفيش حد متشيك. ايوه. لا، ده الكل يخرج بأشباه الأكفان، رجال ونساء، الكل ينظر فيه إلى الآخر بنظرة الشهوات ولا ملذات الدنيا. صحيح. ولا يطمع في لا رجل يطمع في امرأة ولا امرأة تطمع في رجل ولا يطمع في مال، حتى أن منشغل بنفسه إذا وجد يعني شيئا على الأرض ولو كان ثمينا غاليا ينظر إليه باحتقار. أيوة. غير مبالغ، لا يمد إليه يده فيأخذه. يعني هذه أمور كلها بتبين لنا. لذلك أما ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل إلى سماء الدنيا في يوم عرفة ويقول لهم يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، جاءوني من كل فج عميق، جاءوني ليشهدوا منافع لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. يا الله. يعني موقف ومشهد عظيم، والله بتقشعر له الأبدان. طبيعي. ويتحسر يعني، ويعني غصب عنه المسلم الغيور اللي يعني يتمنى يكون في موقف هؤلاء. هذه أيوة. اللحظات بيتحسر يعني، ربنا بيديله بقى مقابل. ايوه. ايش هو المقابل يا فضيلة الشيخ؟ بيقول له بقى انت المقيم. أيوة. انت المقيم يا من لم انادي عليك. لان كل انسان نادى علي ربه قال لبيك وهو جنين في بطن امه. فمن قال لبيك ذهب الى الحج. والله سبحانه وتعالى يكتب اسماء حجيج بيت الله الحرام في ليله القدر. يا الله. بيكتب. يعني الناس دي مش طالعه كده. طيب هذول الناس كانوا ولا انا الغني فانا طلعت وانت الفقير لم تخرج. لا والله. بس يا دكتور كان في عاقدين النية في رمضان، هل كانت هناك نية فلذلك ارتبط أو دعاء منهم؟ هم الله سبحانه وتعالى يكتب أسماء حجيج بيت الله الحرام في ليلة القدر. قال ربنا فيها يفرق كل أمر حكيم أي ذات بال. هناك من يدعو ويعقد النية ويطمئن قلبه بإجابة ربه. يوم يقول لا لعرفات الناس المقيمين يقول لهم إيه؟ من صام يوم عرفة غفر الله له ذنوب سنتين. والسؤال هنا هل نعلم كم ذنب فعلناه اليوم؟ مش أيوة، بل مش أمس سنتين بس. بل الشهر الماضي أحصاه الله ونسوه. نحن نفعل وننسى. صح.
هذا حال ابن آدم، ليس أمرا يعني غريبا عليه، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب كل ذلك. فنصوم يوما من طلوع فجر إلى غروب الشمس يغفر الذنوب سنتين. ليه؟ لماذا كل هذه العطايا لأمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لازم برضو علامة استفهام كبيرة جدا نحطها قدامنا، ليه ربنا سبحانه وتعالى لأمة سيدنا النبي خاصة عمال يديها الهدايا والمنح والنفحات والعطايا منه سبحانه وتعالى؟ يدينا يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، يدينا يوم عاشوراء اللي هو سيكون بعد أيام عندما يبدأ شهر المحرم يكفر ذنوب سنة، يعطينا ليلة بتساوي قيامي وصيامي وعبادة رب العالمين 83 سنة وست شهور، خير مش بتساوي، خير من ألف شهر. ليه؟ لأننا أمة الحبيب المصطفى، أمة قصيرة الأعمار، فلسنا كأمة نوح الذين عاشوا أكثر من ألف عام، ولسنا كأمة عاد وثمود الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى القوة البدنية حتى نحتوا الجبال. ونسأل الله أن يثبتنا بعد الأعمال القصيرة بالأعمال الصالحة، أعمال قصيرة إن شاء الله، يعني أعمال قصيرة بثواب كبير. دكتور، يعني كنا نتكلم على النية وعقد النية، الآن يعني بعض الحجاج لما هو ذاهب إلى الحج في بعض الناس مع الأسف يكون قد تعرض لمواقف في حياته أو مع أشخاص، فبالتالي يكون في ألم أو في جرح، هل لازم يعقد النية المسامحة أو الناس اللي بتحج ولسه أروح أدعي أو بروح في استغل الوضع أنه أنا أدعي بالضبط يعني، فأهمية المسامحة، مسامحة الناس. الله يفتح عليك في السؤال الجميل ده، أن السؤال ده فعلا بيشغل كل حاج نوى الحج أو العمرة. هو ظالم لهذا وذاك أو يكون مظلوم؟ إن كان مظلوما وقع أجره على الله، القضية لو هو ظالم بقى وراح يحج أو يعتمر، بنقول له إيه؟ عليك أن يعفو عنك هؤلاء، لازم يسمع بأذنه أنه عفو عنه، لازم يسمع بأذنه أو يعود إليهم من باب التقرب إلى الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لازم نفهم المظلوم بأن يعفو عن ظالمه. وهنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضو لنبشر حجاج بيت الله الحرام جميعا، إزاي ربنا يغفر لكم كل الذنوب وإنت ظالم لفلان أو أخذ حق فلان؟ إزاي؟ طيب كيف جاء سيدنا يرجع من الحج يرجع ولا قبل ما يروح الحج يرجع للناس اللي ظالمهم؟ نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الآن جبريل فأقرأني من رب السلام وقال إن الله تعالى غفر لأهل عرفة وأهل المشعر الحرام لما أهل المزدلفة وضمن عنهم التبعات، أي ضمن عنهم المظالم، من كان له مظلمة عند الحاج فقد تكفل بها رب العباد عن الحاج. ما فهمت دكتور. ضمن عنهم التبعات، أي كل مظلوم له مظلمة عند الحاج عند هذا المحرم الله سبحانه وتعالى ضمنها له، فالله يجازيها به يوم القيامة فيعطيه الحكم العادل سبحانه وتعالى، يعطيه جزاء هذه المظلمة من الحسنات دون أن ينقص من حسنات هذا الحاج شيء. فقال يا رسول الله ألنا خاصة؟ يعني دي مخصوصة لنا أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي لكم ولمن جاء من بعدكم. فقال سيدنا عمر كثر خير الله وطاب، يعني وسع كل العباد. فهنا نطمئن الحجاج جميعا بأن كل مظلمة لك أو عليك تكفل بها رب العباد سبحانه وتعالى يوم القيامة، وضمن عنهم
التبعات، أمال ربنا يرجعهم كيوم ولدتهم أمهاتهم إزاي؟ وفي مظلمة لفلان عنده، فالله سبحانه وتعالى ضمن عنهم هذه المظالم وهذه التبعات. طيب يا فضيلة الشيخ، لو رجعنا يعني اليوم عرفة بإذن الله وفاضل أيام قليلة عليه، في بعض الأشخاص كبار السن مثلا أو النساء في فترة الحيض مش يعني بيكون صعب أنهم يصوموا، فبيفوتهم أجر الصيام، وكيف ممكن يعوضوا إذا ما صاموش؟ أولا صيام يوم عرفة هو يوم محدد، فمن فاته الصيام لعذر فعليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعات. ربنا لم يحصر العمل الخير في الصيام فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. نعمل فيها يا رسول الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله أعلى المرتبة؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. طيب، هنا ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة، ذكر فيها الصيام، يعني اختصر سيدنا النبي الأعمال الصالحة واختزل في الصيام. بل وكل عمل صالح يتقرب به العبد إلى رب، إما تلذي عن الطريق، تبسمك في وجه أخيك، الصدقات، قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، التكبير، التهليل. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل. يبقى من انتابه وعذر يفطر صائم، الناس تكون صايمين، يفطر صائم كويس. وله عند الله عند فطر المسلمين دعوة لا ترد، لأنه أفطر برخصة، أفطر بعذر، أيوة، لمرض أو غير ذلك، أو لسفر، أو للنساء في الحالات التي يفطرن فيهن. طيب دكتور، لو نتكلم عن مبطلات الحج، يعني إيش الأشياء اللي مع الأسف لازم الحاج يركز عليها وما يعملهاش عشان ما يبطل؟ يعني أحيانا بتكون أشياء بسيطة لكن هم مش على علم يعني أو دراية بها. أولا الحج فرض الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان نسهل على الناس خالص: الحج عرفة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عرفة عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. ليه؟ حتى لا يكون هناك الرفث والفسوق والجدال، ما يبقاش في جدال في الحج، لأني بعد يوم عرفة بيكثر الجدال. كل واحد عنده مذهب أو عنده علم يقول افعل لا تفعل، أيوة، بتختلف الأراء، فهناك اختلاف. الكل يكون مطمئن لشيخه المصطحب لحجه، يسمع إليه ولا يسمع لغيره، فكلهم صحاح، فلا نحتاج إلى الجدال. مبطلات الحج أو مفسدات الحج: أول شيء عدم وجود النية. واحد ماشي كده بدون نية، إذا لم ينعقد الحج. لم ينعقد الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كل عمل يفتقر إلى نية. ثانيا الإحرام من الميقات، كل دولة ولها ميقات معينة، لابد. ونحن في الطائرة، في الباخرة، في السيارة، إذا مررنا بالميقات أحرمنا، قلنا لبيك حج. ثم يلبس ملابس الإحرام ويتوضأ ويصلي ركعتين ويقول لبيك حج عن نفسي، أو إن كان بحج عن غيره بشرط أن يكون قد أدى الحج عن نفسه. طيب، إذا فاته الميقات عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى، صعبة، ثم يبدأ في الإحرام. طب إذا فاته الميقات، بعض الناس النهاردة وللأسف الشديد في الطيارة مثلا بيظنوا بأن لا، في الطائرة بيعلنوا، بيعلنوا إنه لابد من الإعلان في الطائرة، في الباخرة، في السيارة، لابد من الإعلان. بعض الناس النهاردة ظنوا بأن الحج هذا مفتوح للجميع، أنا معايا تأشيرة سياحة، معايا تأشيرة زيارة، معايا أروح حج، هذا مخالف،
هذا مخالف. ليه؟ لأن أنا خالفت اشتراطات ربنا سبحانه وتعالى. إزاي؟ إيه؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هنا تجاوز، تجاوز للقانون، والقانون هو المنظم للحياة. يعني القانون اللي هو مخالفة شرعية لشروط الحج، ولا القانون هي قوانين البلد؟ أيوه. من شروط الحج هو عدم المخالفة لما اجتمع عليه المسلمون، فبيضطر ان هو يعدي الميقات بدون ملابس احرام، بدون ما يحرم، علشان ايه؟ عشان يتجاوز ميقات التفتيش او المرور. نقول له طيب اصبح عليك فدية، هيعمل ايه؟ هيذبح فدية لانه لم يحرم من الميقات. تمام. وبيكمل. رقم ثلاثة، بنلاقي الجماع اللي هو معاشرة الرجل لزوجته قبل التحلل الأصغر أو بين التحللين. في هذه الحالة قبل التحلل الأول فسد حجه، مفيش حج عندك. طب وإذا كان بين التحللين أو بعد التحلل الأول يبقى عليه فدية. يبقى عليه فدية. الذين احصروا ولم يذهبوا الى عرفات، احنا قلنا الحج عرفة. ايوه. انا محرم لكني لم اتمكن من الذهاب الى جبل عرفات حتى طلوع الفجر ليوم النحر، ما وقفتش خالصة عشان الزحمة وكده يعني. لا مش عشان الزحمة، لاني الزحام احنا بنتفوج الناس من صلاة الفجر لغاية ما يذهبوا إلى وقت الضحى، بيكونوا كل الحجيج كلهم دخلوا إلى أرض عرفات. لكن هناك من حبس وحابس مرض أو ممكن كمان عشان نقاط التفتيش اللي بتكون كمان موجودة، أو نقاط التفتيش، أو هو ليس معه ما يسمح به أن يكون حاجا، ما مش التأشيرة المباشرة أو للحج. أيوة. فهو تعطل. هو تعطل، فهذه كلها أمور بتبطل الحج ليس عليه. يعني طب يعمل إيه؟ من البداية يرتب. هو مفيش حج هنا دلوقتي، هو مساب عرفة. أيوة. طب خلاص يلعب ملابس إحرامه ويمشي؟ لا، ده في ضوابط. أنت دخلتني محرم، تمام، بدل دخلت ميقات مكة محرم، يبقى عشان أتحلل من هذا الإحرام لابد من لي من الهدي، لأني نزلت هذه الآية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال ربنا سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأداء العمرة، وكان هو والصحابة محرمين، فقابلهم صناديد قريش فمنعوهم من إتمام العمرة. إيه اللي حصل؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال قبل أن تتحللوا من هذه الملابس الإحرام ومن إحرامكم عليكم بالهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى لابد أن يقدم هديا ثم يتحلل وثم يحلق رأسه. نتمنى يعني انه ما حدش يعني يقرا له كذا يعني، والكل ان شاء الله تكون حقته كامله طبعا. طيب يا فضيلة الشيخ، كمان عشان هذه الايام الفتره يعني احيانا الاشخاص الغير مقتدرين عشان التصاريح والتكاليف، نعم، فيعني بيكون في تهرب عشان يتموا، وبتكون دائما نواياهم والله نوايانا خير واحنا حابين نتم الحج، ففعلا حجه ممكن يكون باطل عشان التصاريح اللي بتفرضها الدوله. اولا كل دوله لها نظام وتنظيم، وخاصة المملكة العربية السعودية، يعني عليهم عاتق كبير جدا بملايين الحجيج كما ذكرتم في أول برنامج، باختلاف ألسنتهم ولغتهم ودولهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولكن الكل يهدف كعبة واحدة ويوم عرفة، يوم واحد وجبل واحد. نقول للجميع لا تقعوا في محظورات قوانين البلاد، لأنها مخالفة شرعية قبل أن تكون مخالفة قانونية. الكل يطمع أن يكون حاجا، لكن ما تيجي نرجع لأصل الحج. أصل الحج ربنا قال إيه؟ لمن استطاع.
المستطيع، لكن البعض يتخلف من شهر رمضان مختبئا دون أن يتحرك، ساكنا في مكانه حتى يقضي. والله ما طلب منا ربنا هذه المشقة، ربنا لم يفرض هذه المشقة، بل إن الحاجة ينادي عليه ربنا فتجد الأبواب مفتحة له وميسرة كل وميسرة. الأمور صح. لذلك سيدنا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه كان دايما يقول مقولة حلوة كده، يقول إيه؟ عجبت للناس يتسارعون إلى فريضة لم يكتبها الله عز وجل على فقرائهم ويتباطوا عنها أغنيائهم. يعني ربنا مش فرض عليك هذه الفريضة، ليه بتزاحم فيها؟ ده حتى التزاحم في الركن مكروه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر بن الخطاب يزاحم الناس حتى يصل إلى الحجر الأسود، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له يا عمر لا تزاحم، فإنك قوي والناس ضعفاء. ده كان عددهم كلهم كانوا كام؟ 10,000. ملايين الناس عند الحجر ما شاء الله. فنجد الناس بثقافتها زحام، لا انا عايز الحجر الاسود، عايز اقبله ليشهد لي يوم القيامه. وسيدنا النبي يسر لنا، قال لنا ايه؟ عليكم بالاشاره علي، بسم الله، الله اكبر، ومر مرور الكرام حتى تترك لغيرك الفسحه والمقام. فعلا فعلا، لكن يعني اشياء بسيطه بس يكون في فهم بس ويكون وعي ميسر. ايوه ميسر على الحب ما يبقاش بالشكل ده. ايوه بالضبط صح. يعني نحن جميعا نتمنى، هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عند الحجر قبله مره، والمره الثانيه كان يشير عليه النبي بعصاته ثم يقبل العصا صلى الله عليه وسلم. ده عايز يقول لنا ايه؟ اشاره من النبي، مش لا تتقاتلوا عليه بالضبط صح، حتى لا يموت احدنا من شده الزحام وشده الاقبال والتدافع. صحيح، فلا ناخذ ذنب، احنا رايحين نكفر ذنوب. ايوه مش فلا ناخذ ذنب انسان يعني يصاب مننا. طيب دكتور محمد نجيب من علماء الازهر، شكرا لك. وقبل ما نختم لكن معاك الفقره الرائعه جدا، نتمنى منك نسمع كده دعوه لينا ولكل اللي بيسمعونا ويشاهدونا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم اكتب لنا حجة إلى بيتك الحرام، اللهم اجعلنا من أهل عرفات، اللهم اغفر لنا الذنوب والذلات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ادخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب النجاح والفلاح لأبنائنا الطلاب، اللهم اديهم الرشد والثواب، وثبت أقدامهم على طريق النجاح والفلاح. اللهم إنا نسألك النصرة لغزة وأهلها، اللهم إنا نسألك الفوز بالدارين، اللهم إنا نسألك الفلاح والتقى والهدى. اللهم اكتبنا وأهلينا من حجاج بيتك الحرام، بفضل الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك، شكرا الله لكم، شكرا الله لكم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل صباحنا وحلقتنا، خليكم معنا. وعدنا لكم مشاهدينا من جديد. طبعا وبسبب تداعيات الموجة الحارة اللي بتضرب المنطقة العربية كل هذه الأيام والمشاكل اللي بتحدث للجميع، طبعا وعي حالات الوفاة كمان من بينها كان في طبعا أطفال احنا شفناهم في الحج، فطبعا لازم يكون في استشارة للأطباء عشان نتعرف منهم على روشتة العلاج وشي الأشياء المناسبة والأفعال المناسبة كمان في هذه الفترة الصعبة خاصة فترة الصيف. صحيح، هنا يعني طبعا تظهر أسئلة عن المعدل الإجباري لشرب المياه في فصل الصيف ونوعية المياه اللي بنشربها، هل من الصنبور مباشرة أم مياه فاترة، هل المياه المثلجة صحية وآمنة في فصل الصيف ولا مضرة ولا أي عواقب خطيرة على صحة الإنسان. أسئلة هتجاوبها دكتورة معنا عبر الزوم ضيفتنا الدكتورة رضوى الباز أخصائية تغذية. يسعد صباحك يا دكتورة. دكتورة رضوى صباح الخير.
صباح الخير يا فندم. صباح النور وكل عام وانت بخير يا دكتورة. انت بخير والأمة الإسلامية كلها بألف خير. آمين يا رب. في البداية كده يا دكتورة، في معدل إجباري لشرب المياه، دائما بنسمع مثلا 2 لتر ماء 3، ففي معدل ثابت لكل الأشخاص لشرب الماء خاصة في هذه الموجة الحارة اللي احنا فيه هذه الأيام؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لازم نعرف ان دلوقتي احنا في فترة ارتفاع درجات الحرارة، فبالتالي جسمنا محتاج كمية مية مش اقل من 3-4 لتر مية على مدار اليوم بنشربهم. يعني هنقول مثلا ممكن معدل نص ساعة بنشرب كوباية، على اساس ان احنا بنحاول ان احنا نحافظ على السوائل الحيوية في جسمنا. طيب الناس اللي هي ما بتشربش مية كويس، هنقول لهم ان هم كده بيعرضوا نفسهم للعديد من الجلطات، للعديد من المشاكل، من الجفاف. فبالتالي انا مهم قوي ومهم جدا ان انا اشرب المية. يعني في ناس بتحسب مثلا الشاي او القهوة او العصاير من ضمن المية، لا، في حاجة اسمها الووتر بايوكيمستري، مش عايزة اغير طبيعة او تركيب المية، انا عايزة اشرب مية يعني شفافة ما فيهاش اي مدخلات، على اساس ان انا بحافظ على التوازن المائي بتاع جسمي. برضو في بعض الفواكه والخضروات اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الميه، برضو ببقى حريصه جدا على اكلها في الفتره دي، زي البطيخ، زي الكانتيلوب، زي الموز، زي الخيار. يعني العديد من الفواكه اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الميه. مهم قوي برضو ان انا اعرف ان الميه بترفع من كفاءه الجهاز المناعي، فبالتالي انا الجهاز المناعي بتاعي بيرتكز على 4 ركائز اساسيه: شرب الميه، النوم السليم، التغذيه السليمه، والرياضه. فبالتالي انا لو حافظت على 4 ركائز دول، انا بحافظ على الجهاز المناعي بتاعي سليم على مدار الحياه. مهم برضو نعرف ان دلوقتي في موجه كورونا برضو منتشره جدا حول العالم، فبالتالي انا بحاول بقدر الامكان ان انا برضو اعمل التباعد، احافظ على المسافات، احافظ على طريقه طبيعه اكلي، ان انا لازم برضو اكل سلطه كتير فيها بصل وثوم بنسبه عاليه، لان البصل والثوم فيهم كبريتو سيلينيوم عالي جدا، فبالتالي بيحافظ لي على كفاءه الجهاز المناعي بتاعي. يعني برضو من نعم دكتورة، في ناس كذا يعني مهملة شوية، مقصرة في شرب المياه، بتنسى، ما بتهتمش، خصوصا في فصل الصيف. يعني النتائج اللي ممكن تنعكس على هؤلاء الأشخاص، يعني دائما ما نسمع اشربوا مية كثير عشان الكلى، عشان الكلى. الموضوع مش بس مقتصر على الكلى، في أثار أخرى ممكن الشخص المهمل في شرب المياه يلاحظها، صحيح؟ طبعا انت عندك الميه هي اللي بتنظم السوائل الحيويه والهرمونات والانزيمات اللي موجوده في الجسم، فبالتالي ممكن يحصل نوع من انواع الاضطراب، سواء الاضطراب الهرموني او التاثير على جميع الوظائف، سواء كان وظائف الكبد، وظائف الكلى. وبرده من هذا المنبر بنادي ان احنا نهتم جدا بالتحاليل الطبيه. المفروض ما يعديش 3 شهور غير واحنا بنعمل تحاليل طبيه نطمن على كفاءه القلب، كفاءه الكلى، كفاءه الكبد، السكر التراكمي بتاع الجسم. ده لو عايزه اعيش حياه سليمه، وخصوصا هنا في مصر في العديد من التحاليل والمعامل الكبيره اللي هي اللي بنوصي ان احنا زي ما احنا معامل المختبر دي واخده شهاده الكاف على مستوى الشرق الاوسط، كانك بتحللي تحاليل في امريكا. فبالتالي احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبقى حريصين ان احنا كل 3 شهور ان احنا نتوجه للمعامل المعتمده، ان احنا ناخد نطمن على الوظائف بتاعه جسمنا الحيويه. ده لو احنا عايزين نعيش بقيه عمرنا سلام. انت عندك جرثومه المعده، دي حاجه بسيطه جدا ممكن تيجي من التلوث الغذائي، سواء كان التلوث مثلا في الاكل او في الميه. جرثومه المعده دي لو اهملت بتتحول لسرطان في المعده، لان هي كارسينوجينيك ايجنت، فبالتالي بتتحول لسرطان في المعده. فمعنى كده ان التغذيه السليمه لو حصل فيها اي ضرب او اي خلل ممكن تعرضني ان انا الواحد لا قدر الله ان هو يتعرض لكيماوي او اشعاع. طبعا لكل اجل كتاب. اذا اجي الفتره اللي انا عايشه فيها في حياتي ما تعرضش للكيماوي وما تعرضش للاشعاع، فبالتالي ده عن طريقنا بحاول احرص كل الحرص، كل الحرص. أيوة. على شرب الميه، لان انا لو عايزه اعيش حياه سليمه لازم النظام الغذائي بتاعي يبقى سليم، لان في الاخر احنا نحن ما ناكل. فلو اللي انت هتاكليه او هتشربيه هو اللي هيبان عليكي. بتشوف ناس الجلد ناشف زي الورق الشجر الناشف، ليه؟ نتيجه ان هم ما بيشربوش ميه كويس. فانا الميه بتاعتي لو او التغذيه السليمه، لو الغذاء بتاعي سليم وشرب الميه سليم، فبالتالي انا هعبر الحياه وانا صحتي كويسه. أيوة. وطول ما انا صحتي كويسه بقى انسان مثمر في المجتمع، منتج في المجتمع، مش هبقى يعني عائل او هبقى مثلا بردن او طيب يا دكتوره رضوى، طيب العكس تمام يا دكتوره، بنسمع انه الشرب الزايد للماء كمان مضر، فصح هذه المعلومه؟
بصي يا رسول الله اوصيني ان اعتدله، يعني احنا مش هنشرب ميه لدرجه ان احنا مثلا يحصل فوميتنج او ترجيع، يعني انا بقول أيوة. من 3 ل 4 لتر ميه على مدار اليوم، وخصوصا دلوقتي احنا في ناس صايمين، فبالتالي اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان هم بينسوا يشربوا ميه على مدار اليوم، وييجوا قبل السحور الاذان الفجر يشربوا مثلا 2 لتر ميه، فده بيبقى حمل مائي على الكلى ما بتقدرش تستحمله، فبتنزله في صوره بول. فانا مش عايزه كده، انا عايزه ان احنا حتى لو صايمين بنفطر بنشرب ميه من ساعه الفطار لحد السحور، بنشرب على الاقل 10 كوبايات ميه بحيث ان احنا نستفيد من الميه اللي داخله جسمنا. مهم قوي ان انا اعرف ان الخزانات اللي موجوده فوق البيوت والناس بتشرب منها دي احتماليه حدوث جرثومه معده فيها بتبقى عاليه جدا، لان بيحصل نوع من انواع التلوث، او التلوث المائي ده بيبقى حاجه خطيره، فلازم ان انا احرص على تنظيف الخزانات اللي فوق البيوت، اسطح البيوت والفلل والاماكن السكنه على الاقل مرتين في السنه، على اساس ان انا اضمن ان ما اصابش بجرثومه المعده. وبرده زي ما بقول بتوجه لمعامل معتمده، لازم اعمل جرثومه المعده على الاقل مرتين في السنه، اطمن ان جسمي خالي من جرثومه المعده. ايوه صح. وعلشان الوقايه خير من العلاج، انا لما باجي استخدم الخضروات او الفواكه لازم تكون إن مغسوله جيد. صح. تسخنها في الميه والخل لمده لا تقل عن 10 دقائق، لان جرثومه المعده لا تحتمل العيش في الوسط الحمض. ايوه. دكتوره رضوى الباز مختصه تغذيه، كنت معانا من القاهره، شكرا لك يا دكتوره. شكرا. وكل عام وانت بخير. هنبدأ جولتنا مشاهدينا حول العالم بخبر ممكن يكون في صالح الكثير من الرجال اللي بيطالبوا دائما بأن تنتظرهم المرأة ويتزوجوا بها في النهاية. القصة حدثت في أمريكا، تزوج الأمريكي هارد البالغ من العمر 100 عام، هو واحد من أقدم أو من قدامى المحاربين، اتزوج من خطيبته البالغة من العمر 96 عام. في يعني امل يعني اقيم حفل الزواج، مش معلقش يعني مش عاوز اعلق، واقيم حفل الزواج قرب الشواطئ اللي شهدت انزال قوات الحلفاء في نورماندي بشمال غرب فرنسا، وكان العريس من الذين شاركوا في العمليه الحاسمه خلال الحرب العالميه الثانيه، يعني هو كان مشغول في الحرب يعني صح، يعني عنده عذره يعني. مراسم الزفاف مشاهدينا اقيمت في بلده بمقاطعه مانش بعد يومين من احياء الذكرى 80 للجنود اللي قتلوا خلال عمليه عسكريه، واللي كانت نقطه الانطلاق لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي. قال رئيس البلديه جان بيير لونور واللي وكلت الانباء الفرنسيه، يشرفنا جدا ان يختار العريس الزواج هنا، واللي كان في يونيو 1944 نقطة التقاء قوات الحلفاء اللي انزلت على شاطئ يوتا وأماها، يعني كان المكان هذا مميز للعريس بالنسبة له، بما انه يعني ضل حياته كلها يشتغل، فكان أيوة. مشغول، وكان ويعني المثل اكبر مثل انه مش دائما تستعجلهم، يعني عادي لا في الوقت المناسب. هذا مثل انه اللي بتصدق الكلام هذا انه انا حاجة اتزوجك، يعني والفكره ان هي صبرت كل هذه السنين يعني. باخر شيء قصة أخرى مرعبة تداولها مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لسمكة مخيفة، والأمر اللي أثار دهشة واستغراب الملايين. مقطع الفيديو جرى تصويره لسمكة ستار جزر واللي هي بتنظر إلى السماء، وكانت في وضعية غريبة مثيرة أيضا للدهشة. وبحسب وكالة فوكس نيوز، وقعت الحادثة على أحد شواطئ سنغافورة، وهذا بعد ما شعر الرجل بالخوف أثر اكتشافه سمكة ذات مظهر وحشي تخرج من الرمال، وقام بالتقاط مقطع فيديو للسمكة، لكن ما كانش يعرف بأنه هذا الفيديو القصير هيحظى بهذه المشاهدات المليونية. وعادة ما توجد هذه الأسماك بين ولايتي كارولينا الشمالية ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك انتشرت القصة بشكل كبير. تتميز هذه السمكة بوجود بقع بيضاء في جميع أنحاء جسمها، وفمها متجه للأعلى عشان تتمكن من نصب كميل لفرائسها أثناء الاختباء في القيعان الرملية للمسطحات المائية الساحلية، ويحتوي طبعا الجزء العلوي من جسم السمكة على عضو خاص يمكنه بتوليد ونقل صدمة كهربائية. فعلا شكلها مخيف. أيوة شكلها. وكمان أن السمكة بتعيش في قاع البحر الرملي أو الوحلي، وبتدفن نفسها في الرمال وبتنتظر مرور فريستها عشان تقترب، ولما تقترب الفريسة أيوة تخرج السمكة فجأة من الرمال وبتهاجمها. هو باين على السمكة.
سبحان الله، يعني الله أعطاهم قدرة رهيبة عشان يعني يعرفوا يعيشوا ويتكيفوا في هذه البيئة. يعني عالم في هذه البيئة والبحار كذا عالم غريب، عالم غريب أكيد طبعا، عالم كبير لسه الناس بتكتشفها. ولقصة أخرى غريبة، اكتشف علماء في أنه بوابة الجحيم وهي حفرة ضخمة موجودة في سيبيريا بتتوسع بشكل أسرع من المتوقع بسبب تأثيرات تغيير المناخ، وبتقع هذه الحفرة المعروفة باسم باجيكا في مرتفعات يانا المتجمدة وبتغطي مساحة بتقارب 200 فدان من الأرض، ويمكن رؤيتها بوضوح في الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية. طبعا تم رصد هذه الحفرة لأول مرة في صورة التقطت في عام 1991 ومنذ ذلك الحين وهي تتسع في العرض والعمق بسبب ذوبان التربة الصقيعية الناتج عن الاحتباس الحراري، وهذا التوسع بشكل تهديد لنهر بتاجاي القريب إذ يزيد من تآكل ضفاف النهر ويؤثر على البيئة المحيطة، بالإضافة إلى ذلك يشير فريق من العلماء أن الحفرة المتسعة يمكن أن تسهم في زيادة انبعاثات الغاز الدفينة واللي بتكون نتيجة لتحرر العناصر الغذائية المجمدة وانطلاقها في الغلاف الجوي. في ناس يا سمر يعني بيقولوا العكس، انه فعلا انه في بوابة الجحيم هذه وهي هذه بسبب اللي بتسبب لنا زيادة درجات الحرارة وكذا. أيوة يعني هم بيفتكروا العكس، وطبعا انه يعني لا على حسب ايوه على حسب العلماء. ولولاية كاليفورنيا ابرزت صحيفة نيوزويك الامريكية قصة اول هجوم مميت للدب الاسود على انسان في ولاية كاليفورنيا الامريكية، وتم تأكيد اول هجوم مميت موثق طبعا في هذه الولاية من قبل دب اسود على انسان، وهذا بعد تشريح جثة المرأة اللي قتلت في منزلها بسبب هجوم الدب. صحيح، وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه كان يعتقد في البداية أن باتريس ميلر البالغ من العمر 71 سنة قد ماتت، يعني ماتت لأسباب طبيعية، إلا أن التحقيق اللي أجراه مكتب عمدة المقاطعة وتشريح الجثة كشف عن قصة ثانية مختلفة. وطبعا توفيت باتريس بسبب ضرب الدب أو عضة الدب في منطقة الرقبة، حيث أن طبعا هذا هو أول هجوم مميت للدب الأسود في الولاية حسب طبعا ما أكدت إدارة الأسماك والحياة البرية في الولاية. وأوضحت الصحيفة أنه تم الإمساك بالدب وهو ذكر، وتم قتله بطريقة رحيمة بعد وقت قصير من وفاة ميلر، وحيث دفع الحادث المسؤولين المحليين وخبراء الحياة البرية إلى إعادة النظر في نهجهم في إدارة مجموعة الدبابة في الولاية، وسلط الضوء على القضايا المتعلقة بمواجهة الدبابة مع البشر والعقبات البيروقراطية اللي بتواجهها السلطات المحلية. شوفي عشان دب، عشان ذكر، لو كانت دبة كانت تكون لطيفة وحبوبة. لا وبعدين انه يعني هم في عالم اخر، يعني انه عادي ممكن يعني يعيشوا في جنبهم دببة والموضوع عادي. ايوه احيانا بشوف فيديوهات بيدخلوا عليهم في الباب وبيفتحوا الباب وبياكلوا معاهم، يعني ايوه حبوبين لكن غدرهم كمان مش حلو. الرماية طبعا مشاهدينا من الاشياء المهم تعلمها، وهي رياضة فرسان من أتقنها وتعلمها فقد امتلك شيئا مميزا. محمد زكريا شاب ماليزي أسس نادي للرماية في تريم في تجربة مميزة، خلينا نتابعها في هذا التقرير ونرجع لكم. تعد الرماية رياضة عريقة رافقت الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ، لكنها في اليمن ظلت غائبة عن المشهد الرياضي، حتى حط رحاله الشاب الماليزي محمد زكريا في مدينة تريم حاملا معه شغفا لا ينضب لهذه الرياضة. لم يجد زكريا مكانا لممارسة هوايته المفضلة، فلم يكن هنالك ناد أو ملعب مخصص للرماية، وبدلا من الاستسلام قرر خوض تحد جديد فأسس نادي التسديد والرماية في تريم ليصبح أول ناد من نوعه في اليمن. جيت في الحضرموت ندرس في الحضرموت وعندي هواية في رماية، بس جيت هنا ما حصل أحد يعني يرموني يتعلم الرماية، وثم رجعت إلى ماليزيا وتعلمت إلى الحمد لله، أخذت مدرب هناك وانتقلت إلى حضرموت وفتحت النادي تسديد وعلم الشعب هنا عشان يتعلمون الرماية. في رحاب النادي يقف فارس عوض بكل دقة وتركيز، يرمي سهمه مرارا وتكرارا مصوبا نحو الهدف، فالممارسة اليومية هي مفتاح النجاح كما يعتقد فارس الذي يحلم بالمشاركة في إحدى البطولات الدولية للرماية.
التحقت بالنادي ما يقارب 16. الهدف من هذه الهواية تعليم الرماية، والحمد لله نادي التسديد وفر لنا هذه المساحة، وإن شاء الله نكون من تلاميذ هذا النادي حتى نصل لمستوى الاحتراف. يضم النادي حاليا أكثر من 50 عضوا من مختلف الأعمار يتلقون تدريبات مكثفة، ويوفر النادي الكثير من المعدات والأدوات اللازمة لممارسة الرماية، كما ينظم بطولات وفعاليات رياضية بشكل دوري. أشرف الصوفي، اليمن اليوم، حضرموت. طبعا مشاهدينا، أصبح استخدام الهواتف في وسائل النقل العامة وسيلة شائعة طبعا لتمضية الوقت، خاصة عند السفر لمسافات طويلة، لأنها بتوفر فرصة للتواصل وللترفيه كمان. صحيح، يعني مستحيل الواحد يتحمل طريق سفر طويل من غير ما يكون عنده التليفون، يعني وأصبح عادة. لكن من المهم مراعاة آداب استخدامها واحترام خصوصية الآخرين. قد نجد أنفسنا أحيانا في مواقف محرجة عندما يحاول الأشخاص الجالسون بالقرب منا النظر إلى أجهزتنا. ما هي أداب التعامل مع الهواتف، وكيف نتصرف مع المتطفل على خصوصية التليفونات والموبايلات؟ هذا ما نتكلم فيه اليوم مع ضيفتنا عبر الزوم، أستاذة دعاء بيرو، خبيرة في الإتيكيت والعلاقات الإنسانية. يسعد صباحك أستاذة دعاء، وكل سنة وانت طيبة، نهنيكي بمناسبة يعني الحج والأجواء الروحانية وأيضا قرب العيد. نقول لك يعني السؤال، ايش اداب التعامل مع الهواتف الاخرين؟ يعني كثير فعلا لاحظنا في ناس بتكون جالسه جنبك سواء قريبه او بعيده، تحب دائما تلقي نظره على تليفونات الاخرين. يعني ما هي اداب التعامل مع هواتف الاخرين؟ دكتوره دعاء، الصوت مش واضح يا دكتوره دعاء. الو، في مشكلة أستاذة دعاء عندك؟ طيب حاولي بس يا دكتورة انك تكوني في مكان فيه شبكة، يعني لانه الصوت ما فيش صوت يعني. طيب ممكن نحاول نتصل مره ثانيه بدكتوره دعاء بيرو عشان تكون معنا نتكلم معها كيف. طبعا يا شيرين، اسهل يعني او اكثر المواقف حتى مش في المواصلات العامه، احيانا حتى يعني في بس والله في مرات بتكون يعني عارفه يعني نظره بسيطه، يعني في وعي، وخلينا نقول في اشياء او احتياطات واحد يسويها. الان في مثلا الكفرات، في شاشات اللي تكون بلاك، ايوه، فاللي بيكون ففي انك تخفض الضوء لما يكون في جنبك ناس، فبالتالي في كثير فعلا، بس هي فعلا في ناس تحسيلها اراديا، أيوة، يعني بدون قصد يشد انتباههم مثلا، أيوة، او الشيء اللي انت بتشاهديه، خاصه لو احد من كبار السن يعني عارفه مثلا، وانت بتكون فعلا تعرفيهم اللي قاصدين التصنت انه يشوف، ايوه، يعني او يشوف الاتصال مين، او يسمع حتى صوت المتصل وهو بيتكلم معك في اي موضوع يعني. فللاسف بنواجه السلوك كثير، ومع اننا بنستخدم التليفون بشكل يومي يعني كبير وصغير ودائما في كل مكان، فبالتالي لازم يكون في اداب وقوانين يعني تعرفنا كيف نتعامل وكيف ممكن نتعامل ايضا مع الاخرين. ربما يعني لم يحالفنا الحظ مع الاستاذه دعاء علشان نعرف اكثر عن تفاصيل واداب واتيكيت استخدام طيب الهواتف، لكن نروح لفاصل قصير مشاهدينا ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا. طبعا مشاهدينا، وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا كنا حابين ان احنا نتواصل مع دكتورة دعاء، لكن باذن الله تكون معنا بعد العيد، وبما اننا يعني باقي ايام قليلة على العيد، فكل عام وانتم بخير، رب كل ايامكم اعياد وسعادة وفرحة، وجهزوا دعواتكم وامنياتكم اليوم عرفة هي باذن الله محققة، لكن طبعا في الكثير من الكلام والأدعية. صح، لكن احنا حاولنا اليوم نسلط الضوء على يعني الاشياء والاعمال المحببه زي ما ذكرنا وقلنا انه الناس اللي ما حالفهمش الحظ، النيه يا جماعه، النيه والدعاء والتقرب الى الله بكل الاعمال، لانها يعني اكيد لها اجر،
فبالتالي يعني الحمد لله ان احنا نستغل هذا اليوم بالصيام باعمال صالحه وما الى ذلك. وطبعا زي ما قالت سمر ان احنا نتكلم عن يعني العيد، وهيكون معنا في اتصال عبر الزوم، هيكون معنا في معنا الان معلش ايوه الدكتور محمد، معنا الدكتور طبعا هنتكلم مشاهدينا أيوة. الان عن موضوع عشان الامراض ايوه عشان الحج كمان كيف نتجنب الحج. عشان الحر الامراض هناك والعدوى ممكن كمان. واحد الحاج انه يحصن نفسه من هذه الامراض. معنا دكتور محمد المنيسي عضو في دكتور محمد انت معنا؟ انا معاك يا حبيبتي. يسعد صباحك يا دكتور. كل عام وانت بخير يا دكتور. يا في البدايه وكل عام وانت بخير ان شاء الله وصحه وسلامه. طبعا هذه ايام جميعا بالصحة مباركه والسعادة. ونتمنى لك يا دكتور الصحه والعافيه ولكل الحجاج يا رب. يعني دكتور احنا عارفين الامراض اللي بتنتشر احيانا في الحج، والان في فتره صيف وحر وحراره، يعني بالتالي في عرضه للحجاج انهم يتعرضوا احيانا لبعض الامراض. حدثنا ايش اللي ممكن يعني الأشياء اللي ممكن تواجه الحاج في هذه الفترة خصوصا في فترة الصيف الآن مع الحج؟ في الحر دائما مش فقط الحج لكن كل أي حاجة فيها نوع من المجهود الإجهاد ممكن نتعرض لضربة الشمس أو ضربة الحر، وده من الحاجات اللي احنا لازم يعني أي حاج أو أي حد فينا ملهاش دعوة بكبير أو صغير. طبعا الأطفال أكثر عرضة وأكثر تأثرا وكبار السن والمرضى اللي هم عندهم ضغط اللي عندهم سكر وده أشهر حاجة، ولكن في عندنا حاجات تانية لكن هقول لكم ليه السبب. إحنا البشر لا يستطيعوا إن هم يتعاملوا مع الحر إلا في رينج محدود من خلال مركز المخ اللي هو مرتبط بالحرارة، والأساس في الحر أو التعامل مع ضربات مع الحر نفسه أو مع الحرارة هو التبخير. فإذا كان في رطوبة أكتر من 75% humidity 75% هذا المركز لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يعمل كبارا وصغارا. فدايما في الرطوبة الحادة العنيفة اللي بهذا الشكل لازم ناخد تدابير محددة. أنا طبعا شايف أن الأجواء الحالية حر، والمعلن أن فترة العيد وفترة ويوم وقفة عرفة هتبقى حر، فلازم نحتاط لذلك بشرب الماء وعدم التعرض للشمس وعدم عمل مجهود أو مشي عنيف سواء الحجاج وغير الحجاج. طيب يا دكتور محمد كمان التغذية عليها دور، يعني مثلا في أكيد مشروبات معينة أو أطعمة معينة عشان فترة هذه الفترة وكمان عشان الحجاج تزيد من مناعتهم لأنه بيشعر بالإرهاق الشديد وكذا يعني. أيوة. رقم واحد لابد من النوم الجيد، يعني العبادة احنا يعني نقدر ناخدها في فترات محددة، فاحنا لازم ننام نوم جيد. الإجهاد من أكتر الحاجات اللي بتضعف هذا الأمر. طيب ناكل إيه؟ ناكل الأكل اللي بيحتفظ بالمية. المية الجسم لا يمكن أن يخزن مية، لا يمكن للجسد، فإحنا لو شربنا كوباية مية أكتر من طاقتنا الجسم هيفقدها مباشرة عن عرق. لكن في أكلات بتحتفظ بالمية لكن في هل هناك مرضى يحتفظوا بالميه؟ مريض القلب، مريض الكلى، مريض الضغط، ده اساسا المفروض ما يعملش مجهود، ده لازم يبقى ليه محاذير اخرى. عشان احنا بنتكلم على الناس الطبيعيه، فاكهه زي البطيخ، خضار زي الخيار زي الخس، الحاجات دي بتحتفظ بالميه فتره طويله. القولون اهم وظيفه ليه هو امتصاص الماء من الفضلات، والقولون من أهم الأجهزة اللي فيها الكتلة الجرثومية اللي هي مختصة بالمناعة الذاتية innate immunity، المناعة الفطرية اللي هي أقوى نوع من المناعة. فطبعا أنا أفضل إن لو إحنا بنتكلم على الحجاج علشان نحافظ على المناعة اللي هو أهم سؤال، إحنا ما نقدرش نرفع المناعة، إحنا بنحافظ على مستوى المناعة. إحنا اتولدنا برقم محدد في المناعة
بتنزل بنوعيات طعام زي المقليات، المخبوزات، الحلويات، السمين، الشوربة، عدم النظافة. لكن رقم واحد التطعيم، فالحج قبل ما يكون سافر من بلده لازم يكون الطعم ضد الأمراض المعدية بشكل عام وغيره، ده رقم واحد، ده للحفاظ على المناعة، ده عشان ناخد حاجة اسمها المناعة المكتسبة اللي هي شبه مناعة القطيع بالظبط، يعني مش شبهها، هي لما بناخد مناعة مكتسبة بنقدر نحصل على مناعة جمعية اللي هي مناعة القطيع بعد تطعيم 70% من هؤلاء. الحفاظ بقى على المناعة الذاتية اللي هي الفطرية الانيت ايميونيتي اللي هي أهم نوع من أنواع المناعة، بيكون بنوعيات الطعام، الابتعاد عن المقليات، المخبوزات، الحلويات، السمين، الشوربة، المياه الغازية، العصائر. أفضل حاجة هي شرب الماء، شرب الماء وأكل الأغذية اللي تحتفظ بالمية زي ما ذكرنا. طيب يا دكتور، الفيتامينات، يعني مثلا ممكن للحجاج مثلا في فيتامينات معينة تنصحهم أنهم يتناولوها، حديد أو زنك أو مغنيسيوم أو فيتامين سي كمان عشان تمدهم بالطاقة؟ الحقيقة أنا لا أنصح نهائيا بتناول الفيتامينات نهائيا. الزنك ممكن يعني علمنا ان هو لو اتاخد فيه بعد الإصابة بدور برد هو بيقلل فترة ظهور الأعراض لكن مش بيحسن الشفاء، وممكن يخلينا نفقد حاسة الشم إذا خدناه بكميات كبيرة وينزل لنا النحاس. فالإفراط في الفيتامينات في غاية الخطورة، يعني لو خدنا فيتامين ألف على سبيل المثال لفترات طويلة تتعدى السنين بشكل منتظم من خلال أقراص دائمة، أصحى الصبح كل يوم أخدها أقول عشان أرفع المناعة، وده كلام مش مظبوط، ده ممكن يؤدي إلى سرطان الرئة، هشاشة عظام، ارتفاع ضغط المخ، سودوكرينيال هايبرتنشن يعني. فده كلام يعني ما تنصحش بيه، لا ينصح نهائي بهذا الكلام. الحديد هيعمل لنا امساك وممكن يضعف المناعه، وفي ناس عندها امراض امتصاص الحديد فبيمتص حديد زياده ممكن يؤدي الى مرض السكر وخلل بالكبد الحقيقه. طيب الوقايه كمان من العدوى يا دكتور، يعني في هذه الفتره مع الحجاج بيكون انتقال العدوى من احد مثلا فيروس الانفلونزا او اي فيروس كمان ثاني، فكيف ممكن كمان نقلل من انتقال العدوى بين الحجاج؟ الحقيقه احنا كورونا ادت العالم كله درس للوقايه من الامراض. طبعا غسيل الايادي، المسافات المبتعده والكمامات. صحيح. دكتور محمد منسي، عضو الكليه الملكيه لامراض الباطنه، شكرا جزيلا لك يا دكتور، وكل سنه وانت طيب يا رب، وشكرا على هذه المداخله وهذه النصائح الجميله. بالتالي مشاهدينا طبعا وصلنا الى ختام حلقتنا، وزي ما قلنا يعني ان احنا نستغل هذه الايام بالاعمال المباركه وندعي، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين مقدما، ونحن اكيد حنلقاكم انا وسمر في ايام العيد في نفس التوقيت وفي نفس يعني موعد برنامجنا. كونوا بانتظارنا. دمتم في رعايه الله. في امان الله.